يا ريتك معنا اليوم. اليوم المساء رح نزوج فضل الله. يا ريتك معنا هلا، كنا دبكنا ورقصنا سوا وفرحنا بعرس فضل الله. اشتقنا لك كتير سيدي، عرسي ما له طعمة بدونك. يا ريتك معنا. اهدى فضل الله، لا تبكي على قبر الشهيد. بدك تفضحنا؟ الرجال ما بتبكي. نحن ما اجينا لنبكي، اجينا لنفتخر. شدوا حيلكم. ما عم اقدر، ما تقبلت فكرة موته. كلنا منعرف انه الشهيد ما بيموت، لانه الشهيد حي عند ربه. معك حق سيدي، الشهيد ما بيموت. سيدي، كيف الشغل الجديد باسطنبول؟ عم حاول اتأقلم. تعرف سيدي، ما كنت بعرف انك قائد القوات الخاصة باسطنبول. بيلبق لك سيدي، العميد أردام كاشماز، قائد القوات الخاصة باسطنبول. حضرتك الأجدر لهالمهمة. كل المهام واحدة يا رجال، رح يخبروكن عن أماكن المهام الجديدة قريبا. سيدي، معقول يفرقونا عن بعض؟ انت شو رأيك؟ كل شي ممكن. ألو، تحت أمرك سيدي. عن جد؟ إمتى؟ جاي فورا سيدي. حاضر سيدي. في شي خبر سيء سيدي؟ عملية انتحارية، في ضحايا وجرحى كتير، طلبونا على مركز العمليات بالمحافظة فورا. وين صار التفجير؟ هلأ هنيك بنعرف. امشوا. شو مشان عرس فضل الله؟ مو وقت العرس هلأ منصور. لا تبعدوا كتير، انطروا خبر مني. تحت أمرك سيدي. أخواتي، شو القصة؟ كأنه الوضع خطير؟ فيك تحكي مع إيلام؟ اتصلت بس ما ردت، بعتتلي برجع بحاكيك. ألو؟ 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 رد، مين معي؟ عم اسمعك. رجعوا يدقوا لك؟ هاي ثالث أسبوع. فتحي، لا تكون شي معجبة. بلاها خفت الدم هاي. يلا شباب، شوفي، صار تفجير تاني، كلفونا بمهمة. بدنا ندور على انتحاري؟ صح، هيك أمر العميد أردام. في ثلاث تفجيرات لسه. يلا لكان، خلونا نستعجل. يلا. أخواتي، شو رح نعمل هلأ؟ هلأ بيخبرونا عن المهمة، رح نروح ندور على المتفجرات. يا رجال، لازم تنتبهوا منيح، مفهوم؟ من فضلك الأوراق. سكر الباب. أخي، لقوا هالزلمة وسلموه بقى. خال، نحن ما منسلم حدا لأنه إرهابي طلبه، هاد مو شغلك. تفضل. خلص، اتركون جاهد، لا تناقشوا. الناس خايفة تطلع على الشارع يا ابني. أخي، ما سمعتوا شو حكوا بالراديو؟ في تفجيرات تانية لسه، العالم خايفة.
معك حق عمي، بس اسمع، الشرطة والجيش على رأس عملهم. اسمع يا ابني، كلامي مو إلكن، بالعكس الشرطة والجيش هنن ولادنا، بس عنا أهالي وعنا ولاد صغار ومن حقنا نخاف عليهم. عمي نحن هون لهيك، اطمنوا، مهمتنا حمايتكم، ما رح نسمح لحدا يمس شعره منكم، نحن هون لا تخافوا. الله يرضى عليكم. الله يحميكم ويقويكم. الله ينصركم يا رب. آمين. واقفين، لا تهربي. واقفين. بعد عني، شو عملت لكم؟ وليش عم تركضي؟ حدا بيخاف من الجيش او الشرطة؟ انت شو دخلك؟ شو فيا اذا ركضت؟ اذا هربتي بدنا نمسكك، امشي. لا، بترجاك تركني، ما عملت شيء، انا بريئة، انا مريضة، انا مريضة سكري، صدقني انا بريئة، بترجاك. طيب هاتي هويتك لشوف. خير، شو القصة؟ كانت عم تهرب. ليش هربتي؟ عم بيلاحقوني. مين هن؟ خلاص انتو شو دخلكم؟ بترجاكم خلوني روح، مشان الله لا تاخدوني على المخفر، اتركوني. شبك؟ ارتفع السكر، الانسولين، الانسولين بالشنطة. تعال هون. خليها تروح، هالبنت مسكينة بين عنياتها. وكيف عرفت؟ هويتها معي. حدا يفهمني شي، لوين رايحين؟ إيه لا ما عم تدق. ألو؟ تمام، يلا بعطينا رقمهم ومنحاكيهم. الشرطة شافوا السيارة الجيب وعم يلحقوها، هلا بتبعتلنا رقمهم رح نحاكيهم ومنروح لعندهم. مين بيكون هالزلمة؟ قديش مهم حتى قلنا إنه هي أهم مهمة بحياتكم؟ أكيد شي مسؤول. طبعا، وإلا ليش تبعتنا؟ الو، الجماعة فاتوا هلا على بناء عم يتعمر من جديد. هذا هو الموقع. تمام، وصل، شكرا. جايين فورا، انتبهوا. بانتظاركم. واحد تركنا الهدف.
وقتها رح نبدا بالعمليه. لساتن جوا؟ ايه لسه ما طلع. وفي شي حركة؟ لا ابدا، نحن نظمنا كل شي، الاستعدادات كاملة، الباقي عليكم. رح استلم المدخل والباقي عليكم. احنا جاهزين. آمن. أنت عمر قناي؟ شباب، مو حابين تشوفوا شكله؟ طبعا اكيد، سمعنا انه هالوسخ قتل ناس كتير. خلونا نتعرف على وش هالكلب.
سيدي. سيدي؟ هاد أنت سيدي؟ شوفوا، ما بتحمل مزح بهالموضوع أبدا. بس أنت كنت ميت سيدي، الصبح رحنا على قبرك وزرناك ودعينا لك وبكينا. شو عم يصير سيدي؟ ليكون هذا قناع، مشان الله قلنا الحقيقة سيدي. ما راح تفكوا لي يدي؟ مات يا فوز عايش. ما مات. انت عايش. انا ما كان بدي اياكم تعرفوا. سيدي، كيف صار هيك؟ وشو السبب؟ معقول تخبي عنا هيك شي سيدي؟ مهمتي اقتضت اني اعمل هيك. بحياتي ما خبيت عنكم. مفكريني مبسوط لانه عم تتعذبوا؟ مو وقته هالكلام. المهم انك عايش، الباقي كله ما بهم. يا الله شو اشتقت لك. الحمد والشكر لك يا رب. سيدي لساته عايش. سيدي ما عم صدق، والله ما عم صدق اللي عم شوفه. الحمد لله، رح طير من الفرح. الحمد لله يا ربي. والله العظيم مشتاق لكم كثير. انا دراغان، حبيت اشكرك لانك جبت لنا ابوك. صار باستضافتي هلا، في معلومات بدي أعرفها منه. عن جد شكراً كتير لإلك. شو صار سيدي؟ الأغا صار له شيء؟ أنت منيح سيدي؟ هي كانت لعبة. الانتحاريين والتفجيرات خدعونا، كانت هي مجرد لعبة. كيف يعني؟ كان بدهم بابا من الأول. هنن كانوا بيعرفوا أنه رح يطلع إذا تعرضت حياتي لأي خطر. الأندال كان بدهم بابا من الأول، الله يلعنون. كنت أنا الطعم. شو اللي عم بتقول يا سيدي؟ معناتها رحنا هلأ وقعنا بمصيبة كبيرة. مين اللي كان عم يحاكيك؟ دراغان أخذوا لبابا معه، هو خطفه. طيب لا تقلقوا، إن شاء الله رح نقدر نجيبه منهم. رح أتصل بإيلان فورا، هي رح تحدد المكان من الهاتف، وبعدين منروح للمكان فورا. كان هدفه من الأول يخطفوا بابا. ليش؟ لأنه واحد من أكبر رجال الاستخبارات بالبلد، وإلهم غاية من خطفه. دراغان هاد من وين طلع لنا هلأ؟ شو هالعقلية الإجرامية هاي؟ شي مستحيل. أعداء هالبلد ما بينتهوا،
رجع اتصل بإيلام. رح جن هيك بدنا نضل ناطرين هون. إيلام في شي خبر؟ لسه بس البحث مستمر. حددوا هلأ مكان جديد وعم بيحاصروا المنطقة، نحن لازم نتحرك فورا. أعطوني شي سلاح. بعتذر على اللي بدي اقول لك يا سيدي، بس انت مو بالمهمة. ما بدكن يعني شارك بإنقاذ أبي معقول؟ خلونا نكون كلنا سوا. هو ميت أصلا، يعني شو في أسوأ من هيك؟ شكرا. الأمر والقيادة لك، تصرف بالمناسب. تحت أمرك سيدي. يا رب. شت، ما منعرف بلكي بيرجع علي حيدر بهالمهمة. هاي مستحيلة. ما منعرف كم شخص جوا. إن شاء الله يكونوا شي 500 شخص. مستعدين نشتبك معهم للصبح، ما رح نخلي ولا واحد من هالكلاب. 500 قليل، خليهم مليون. ومعنا سيدي يافوز كمان، مستعد اشتبك شهر كامل. حاج مبالغة. كأنك مو على بعضك. أنا منيح منيح سيدي، خليك هون، رح نفوت من قدام. ماشي، تحركوا. شو صار سيدي؟ بدهم ارجع على الخدمة. حلو كتير، خبر بيجنن. رح ترجع مثل الأول. امتى رح نبدأ؟ فورا؟ أنا ما وافقت. شو قلت ما وافقت سيدي؟ طبعا لاني ماني موجود. اكيد انت عم تمزح معنا. سيدي كيف ما وافقت؟ سيدي هاي فرصة لتنسى كل شيء وتبدأ من جديد. خلينا ننتقم من هالزلمة سوا. لحظة فضل الله، فيك تخبرنا شو اللي صار معكم جوا بالضبط سيدي؟ عن جد سامحوني بس ما بقدر. أنا عم بتنفس غصبا عني. بعرف إنكم رح تزعلوا بس ما عندي قوة. ما عندي قوة حارب حدا بنو. بس يا فوز نحن هون جنبك، أكيد رح ندعمك. ماني مستعد إني أخسر أي حدا منكن. شو ما عم تفهموا؟ سامحوني. معك حق، أنت عانيت كتير سيدي. أكيد أنت إنسان مو رجل أهلي، فهمانينك.
شكرا لكم. يا فوز. شو ما عملت وشو ما كان قرارك، أنا وراك دائما. شكرا سيدي. أكيد رح نلتقي، ما؟ حنلتقي دائما سيدي.